شهدت مدرسة الضباط الجمركي بولاية عنابة حفل تخرج الدفعة 17 لأعوان الرقابة للجمارك الذي أشرف عليه السيد اللواء المدير العام للجمارك عبد الحفيظ بخوش، لتعقبه كلمة مدير المدرسة الذي أشار إلى أهمية تكوين الإطارات الجمركية وفقا لمناهج متطورة مواكبة للتكنولوجيا الجديدة. إن هذه الأهمية القصوى المولاة للتكوين يعكسها النشاط التكويني الكثيف الذي تعرفه مدارسنا الجمركية السبع تحت إشراف المركز الوطني للتكوين الجمركي، حيث شهدت تنظيم دورات تكوينية متعددة المواضيع والأهداف ولفائدة فئات متنوعة، سيما تنظيم دورات تكوينية حول نظام المعلومات الجديد لجهاز الجمارك الموسوم اختصارا ألساس، تحضيرا ومرافقة لتشغيل هذا النظام، وهذا لفائدة المستعملين الداخليين وكذا الخارجيين. ثم ليعمد السيد لواء المدير العام للجمارك رفقة السلطات المحلية إلى تقليد الرتب وتسليم الشهادات على أوائل الدفعة. بعد تسليم واستلام العلم الوطني تمت الموافقة على تسمية الدفعة باسم الجمركي المتوفي شهيدا للواجب كريم شريط، ليختتم الحفل باستعراضات عسكرية ومهنية تعكس الكفاءة العالية لمتخرجي الدفعة.